ومحطة وركاب، لقى وفراق بين أحباب، والناس مراحل ده جاي ده راحل، والظاهر كلنا أغراب. صفين وكلنا في طابور، كله في أعانه وله دور، بحر ومراكب نازل وراكب، زال الدهب والباقي تراب. حاجات كتير لو تتشاف، هنتوب ونهدى ولا نخاف، انويها ربك هيسويها، خاف منه هيديك اضعاف. صفنوا كلنا في طابور، كله بأوانه له دور، بحر ومراكب نازل وراكب، زال الدهب والباقي تراب. تعددت الأسباب في السكان، مش غلطان وذنوبنا أشكال والوان، والكل عشمان في التوبة مهما تعددت الأسباب. قطر ومحطة وركاب، لقى وفراق بين أحباب، والناس مراحل ده جاي ده راحل، والظاهر كلنا أغراب. صفنوا كلنا في طابور، كله بأوانه له دور، بحر ومراكب نازل وراكب، زال الدهب والباقي تراب. مش الست اللي بتكشف جوه كانت حاطه على راسها طرحه ولابسه نقاب؟ ايوه، فيها ايه يعني؟ ولا هي حاطه طرحه ولا لابسه نقاب؟ قلعي. لازم تقلع. الله، يعني هتكشف بهدومها؟ هتكشف في اوضه المكتب. ايه ده؟ فين الست اللي كانت هنا؟ دخلت للدكتور. دخلت للدكتور؟ للتكسودة. استرها معانا. كملت. ربنا معاك يا توبة يا اخويا. امال اللي انا بحس بيه ده يا دكتور ايه؟ عادي يا فندم، مفيش اي حاجه خالص ان شاء الله. مفيش حاجه خالص؟ ازاي بقى؟ ده انا متضرره يا اختي على طول، وطول الوقت حاسه ان انا مغاصه وموجوعه، موجوعه قوي. حضرتك هتمشي على العلاج ده ان شاء الله، وباذن الله هتبقي كويسه جدا ان شاء الله. كده يا اخويا من غير ما تكشف وتشوف؟ ان شاء الله بعد ما تشوفي العلاج ده حضرتك وتعملي التحاليل المطلوبه نبقى نعمل سونار ساعتها، ونبقى نكشف ونشوف. يعني انا هرتاح البتاعه دي ان شاء الله؟ والنعمه، انا قلت راحتي على ايدك يا دكتور. الشافي هو الله يا فندم. لا مؤاخذه يا حبيبتي، ما انت برضو ست زينا وفاهمه عن ايه وجع ومغص ستاتي. ولا انت يا اختي ما دخلتيش دنيا، ولا رجل بره ورجل جوه؟ نعم نعم، الله عليك يا حبيبتي، شكلك كده يا اختي لسه ما دخلتيش دنيا، بكره يا اختي تغرزي زينا، ودكتور عمر هو اللي هيريحك. طيب بالاذن انا بقى، انا سامع حاجه بتزن، يكون البتاع ده؟ البتاع ده يا اختي ولا بيزن ولا بيطلع اي صوت اصلا. ونشوف حضرتك بالاستشاره ان شاء الله. مع السلامه يا فندم. مع الف سلامه. هنشوف. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. مع السلامه. الباب لبره يا فندم بعد اذنك.
عادل. مع السلامة يا فندم. مع السلامة. مع السلامة. تبنا إلى الله. إنما إيه المفاجأة الجميلة دي؟ أتاري العيادة منورة. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. عمر. نعم. إيه البنت اللي كانت قاعدة دي هنا؟ يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا يا حبيبي. أنت عارفة عيبتي دي عيادة. والعيادات يعني بتبقى بتلم. أنت عايز تفهمني إن البنت دي مريضة؟ طبعا. دي بشع. حصل. والجير. مظبوط طبعا. كده مش عارفة هي. طبعا يا أهلا وسهلا. إحنا مالنا؟ إحنا مالنا؟ ما تسيبك منها وقولي إيه بقى سر المفاجأة الجميلة دي؟ يا أهلا وسهلا. زواج مبارك إن شاء الله. الله يبارك فيكم الف مبروك يا غازي. الف مبروك. مبروك يا دكتور. الف مبروك. مبروك يا دكتوره. جوازه سعيده ان شاء الله. ميرسي يا دكتور. مبروك يا دكتور. الله يبارك فيك. وعلي مرتضى مبروك عليا اجمل عروسه في الدنيا. مبروك علينا احنا الاثنين. عمر انا مكسوفه قوي يا عمر، اصل ما اعرفش حد هنا. ولا تتكسفي خالص، دول زمايلي ولازم ابارك لهم. طب مش كنت تقول لي يا عمر كنت عملت حسابي كده برضو؟ تعملي حسابك في ايه؟ انت زي القمر كده. زي القمر. زي القمر. ما ده احنا مش هنطول. يلا تعالي. اتفضل تعالي. مبروك يا غازي. اتأخرت قوي. معلش الظروف هبقى احكي لك بقى بعدين. مبروك يا اخت صفا، ربنا يتمم بخير ان شاء الله. ميرسي يا عمر عقبالك. ايه؟ لامار خطيبتي. انت لحقت. الف مبروك. الف مبروك. ميرسي. الله يبارك. 114. اتفضل اتفضل عمر. اتفضل. مش ليها لازمة الكلمة دي يا غازي. عادي بهزر. وبعدين عمر واخد على كده. صاحبك شبك مع واحدة جديدة في لمح البصر. اتنين محظوظة. أنا عارف بيجيبهم منين؟ ده ما بيهمتش. على فكرة اللي قال ان الدوفر ما يطلعش من اللحم هو انطقي، عشان انا عندي طلع من اللحم. بس انا كان عندي ابن واد زي القمر ودمه خفيف، بس اختلفنا سوا. اختلفنا عشان هو بيقول ان انا ضيعت ورثه على الهلس. لكن أنا إيه؟ أنت إيه؟ أنا فعلاً ضيعت ورثه على الحلس، بس فريدي حتى ضيعته يوم يتخلى عني ويسيبني. هو أنه اللي أغلى؟ الفلوس ولا اللابتوب ولا الاب؟ الفلوس طبعا. تصدقي ان انت واطيه؟ مش بجيب لك من الاخر. ايوه من الاخر. كل اول وله اخر. وانا في الاول ضيعت فلوسه وفي الاخر. في الاخر تفتكري لسه في العمر اللي يخليني استناه. خلاص انت يا دوبك فرت الكعب وتفلس عنه. قومي يا كلبه قومي. ليه ان شاء الله؟ قلت ايه انا بقى علشان في الاخر اشرب عليه ميه بعد كل وجع الدماغ ده بذكريات حكاياتك؟ تقولي قومي بلوشي ايدك على القبايك بقى علشان نبلع. يا محاسن الصدف اللي مش على البال. هو في ايه؟ تعالي بس امسكي. يا محاسن الصدف اللي مش عاجباه. ايه الغيبه؟
ممكن اطلب منك بقى طلب؟ امرني بس العين هنا مفتحه قوي مش هعرف. يا بنتي ما تبقيش سافله، مش اللي في دماغك. مجان يتوز مني ايه؟ احكي لك حد ده. لا ابوسي ايدك خليكي قاعده معايا، بس انا ما بحبش الوحده. كده يبقى حاضر. قفشتك يا جميل يا ابو الشقاوه. يا بنت انت جبله، مش بقول لك قومي مش الصبح وانت مصممه، قومي مش طايقه تجري. ماشي. ازيك يا انكل حافظ؟ انا هسبقك وانت هتحصلني صح؟ اكيد طبعا. العنوان سهل ما يتوهش، وانت حفظته؟ اه طبعا، قبيلة بني خزاعة، سهل جدا. اسيبك انا بقى. لمار. ايه عمر؟ ولا حاجة خلاص. انت كنت عايز تقولي حاجة؟ كنت عايز اقول حاجة، كنت عايز اقول لك انك هتوحشيني. عمر لو كنت قلقان انت ممكن تفكر تاني، ولو على بابا انا ممكن اقوله اي حاجه مفيش مشكله. البنت البايخه دي، يا بنت خنوقه، ارجع فين تاني؟ خلاص ما اتفقت مع الراجل، عايزين نرجع تاني يقول عليا ان انا برجع في كلامي. خلاص اتدبسنا بقى واللي كان كده. ايه ده ايه ده ايه ده؟ اتدبست؟ خفيف كده. اصل انا خايفه من المشاكل قوي. ما تقلقيش، ابوكي راجل حكيم وهيعرف يحلها. يا رب. تصبح على خير. تصبح على خير. خير كتير. حافظ لما يسعد يجيله مزيتين في ليلة واحدة. كمل بقى يا عمو. بلاش يا عمو دي، قولي لي يا زوزو. يا واد يا تقيل. هي دي. اسمها ايه بقى العروسة؟ اسمها فارة لارا لامار. اسمها لامار. واحد جوزها. يا صحيح عيلتها مش ولا بد واطية بعيد عنك، لكن هو نوى، وما دام نوى يبقى هينفذ، يبقى هيتجوزها طبعا. وليه بتقول كده؟ بس انا عارفه، بس بعيد عنك على الله الجوازه تتم. ليه بقى؟ كل ليله فرح تحصل مصيبه. انا قلت له ده آخرة المشي الحلال. انت كنت كويس، كنت كويس وماشي معايا آخر حلاوة، والمزز علينا قد كده، إنما تقول إيه بقى بيحب. قولي لي اللي وراكي دي اسمها إيه؟ يارا. يارا يا زوزو. يا ولا يا واد يا تيلي. هو انت برضو اللدغه في السين؟ لا يا زوز، يعني اللدغه بتاعتك انت يا جميل. بقولك ايه يا عمو، طالما هتجوزها يبقى بيحبها مش كده؟ والله مش هو بيقول كده، هو بيقول كده وخلاص. ماشي يا عريس، ابقى قابلني اذا دخلت. وليله الدخله دي لازمها شغل كتير وتفكير واعداد مظبوط، ونسيب التدابير على المولى سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. الراجل مننا أول ما يختلي بمراته. أيوة وبعدين؟ تعبان أوي الأخ راجل. أصل لسه خارج من شهر سجن. سجن؟ أقصد يعني شهر عسل. شهر عسل؟ خارج من شهر عسل وبتسأل في ليلة الدخلة؟ ما هو لسه ما حصلش حاجة يا أبطال، دي كشة مني. كشة منك، قول لي ليه بقى؟ ليه؟ أقول لك أنا ليه؟ لأنك أنت البعيد غشيم، قول لي ليه؟ ليه؟ أقول لك ليه غشيم؟ لأنك فاكرها
ليلة قلع وضلمة، تقوم العروسة تتخض منك وتكش وتتسرع، خصوصا لما يكون العريس شكلك كده. امال انا جاي لك ليه يا ابطال؟ دلني على الصح. صح ايه يا ابني؟ وانا دكتور تجميل. انا اقول لك يا سيدي الصح. الصح في المفتاح. الصح فين؟ في المفتاح. وايه هو المفتاح؟ المفتاح في الكلمة الحلوة. الكلمة الحلوة من الراجل للست تلين الحجر. تلين الحجر. وتزيل الحواجز. وتساهم. تساهم جامد. في النجاح. يا عيني. راسي وكلامك كله شفت. اديني في العدد. لف ولا اديلك. بس انا قبطان ليا استفسار صغير. استنى يعني. بقى انت عم المستفسر. شوف الواد ده طلب ايه. حالا. ابو جليه اسود وابو جليه اسود ونضاره اهو ونضاره اهو خد اتنين شاي واحد سحلب وست حجره نزل له كمان حجرين وبعد كده من حقه يستفسر انت عامل مينيمم شارجه اتفضل اتفضل انا يا قبطان عندي استفسار صغير انا بقالي 5 سنين متجوز ومن يوم ما اتجوزت مفيش ولا مره حسيت ان هي يعني متفاهمه معايا مش عارف اعمل ايه يا قبطان اعمل ايه اجيب لها افلام ثقافيه بطل هبل معقول الكلام ده برضه حد يعمل كده انا هجيب لك من الاخر ما تفكرش في نفسك بس وانت معاها لا فكر فيها هي كمان شوف ايه اللي بيبسطها شوف ايه اللي بيسعدها واعمله ربنا سبحانه وتعالى من نعمه علينا انه خلق جسم الست حساس ليه اقول لكم انا ليه علشان المتعه تبقى مشتركة بينكم فلو انت فكرت فيها زي ما بتفكر في نفسك هتلاقيها متجاوبة معاك لحد ما تجيب أجلك كمان طبعا انت جابت أجلك من بدري من قبل بعيد روح قبله يمكن توصل معاه الحل قبله بتاع ايه بس ولو قابلته هقول له ايه قول له على اللي حصل وانا متاكده انه هيساعدنا انا ما قابلته حسيت انه مش وسخ وعدني انه مش هجيب سيرتها ووفى بوعده بنتك هي اللي راحت وفضحتنا واحد غيره كان استغل الموقف عشان كده بقول لك روح اتفاهم معاه على فكره يا ربيع هو الوحيد اللي يقدر يخليها تتلم من ناحيتنا شويه عايزاني اروح اقول له يربي لي بنتي خليك ذكي يا ربيع قول له البنت مريضه وان احنا غلبنا في علاجها ولو حاولت تقرب منه يبلغنا واحنا نتصرف عايزاني اقول له ان بنتي مريضه وهي البنت اللي بتعمله معانا ده طبيعي ما هو طردها قبل كده عايزاه يعمل معاها ايه تاني قال له يعرف ان في ناس بتساومنا على علاقتها بيه وانا متاكده انه هيساعدك لانه جدع شوفي بتعمل معانا ايه ولا كاننا موجودين مش بقول لك مريضه والنبي لكون مفرقه الشربات على الحته كلها مش قلت لك يا قضان خيرها في غيرها واقضيها الناس اللي بعديها والحلو لما يهيز يلعب في القميص وين راح راح وان جاي احلى من نور الصباح قسم يا معلم مرجان وهات ورز يا بوزه بالزكاه ولا 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 صفت الصحيح ده بتقول ايه؟ يا حلاوة يا استافندي يا ابن عم البرتقال حلاوتك يا استافندي يا ابن عم البرتقال يا حلاوتك يا استافندي يا ابن عم البرتقال يا حلاوتك يا استافندي يا ابن عم البرتقال يلا قص يلا اخويا يلا اخويا كله يقعد مكانه هات الكرسي يلا اتفضلي يا معلمة مالك يا قبطان في ايه؟ أنا في مصيبة كبيرة أوي مصيبة؟ مصيبة إيه كفل الشر؟ ولا سيد؟ أيوة معلم القهوة مغلقة للتحسينات يلا يا أخوي مع السلامة يا أخوي يلا حبيبي يلا أخوي يلا حبيبي ده هو يلا يلا عفنا يلا أخوي قاعد ليه يا حبيبي يلا حبيبي
خير يا قبطان. هو الفرح كان يوم ايه؟ تاني؟ انت لسه بتدور على يوم الجمعة الضايع؟ ظهرت بشايره، ظهرت بشايره، وجات لي واحدة معاها سي دي ليا وانا وهي واحنا واحنا يعني ايه؟ اوعى تكون صحتك وخدت معاك لقطة بلاتوس سخانة. لقطة ايه؟ بلابوس سخانة. بلابوس؟ ايوه بلابوس اللي هي اللي خدتك وانت بران يعني وانت ملبوس ومكشوف العوره حاجه زي كده. حلو القضبان نزل الملعب. ملعب ايه؟ والله العظيم توبنا الى الله، والمصحف على عيني توبنا الى الله، وحياه دمي يسيل زي الميه دي كده. انا مش حمل فضيحه زي كده، خصوصا وانا داخل على دنيا جديده. البت دي اسمها ايه؟ بريزه فكه. ودي مين دي؟ مصيبة جديدة واتحدفت على نافوخي. انت شفت السي دي بعينيك؟ هلس ومسخرة. لو حد من اخوتي البنات يعرفوا حاجة عن الموضوع ده. لا لا هلس ما ينفعش. اديهولي انا اتفرج عليه. اديك ايه تتفرج؟ اتفرج على ايه؟ وانا واخدك الملاهي. ده انت معكوك عكة سودة. وايه اللي يخليك تروح للي اسمها الامار دي؟ وانا لو كنت اجلت يوم واحد كانت افتكرت ان انا خايف من ابن عمها، خصوصا انها خدت ميعاد من ابوها والراجل قاعد مستنيني. تقوم تروحي الواحات؟ الله ده حب جامد بقى. انا مش في مشوار الواحات دلوقتي. ده ايوه اعمل ايه؟ ما انت لو خضعت ليهم هيستغلوا ده ويطبوا عليك كل يوم والتاني. ويبتزوك. وده اللي انا قلقان منه. انت عارف انا لو اضمن ان هم ياخدوا الفلوس ويخوروا في 60 داهيه والله العظيم كنت خلصت. على فكره اللي اسمها عفه سالت عليك ومستحلفالك. عفه؟ ودي شفتها فين دي كمان؟ سيبوي يخيبك سواقها، محتاج نطار قعر كوبايه مش تفتح؟ الهي ربنا يوعدك بقطر يفرمك ما يعرفوا ليه ملحنك من على اي مزلقات. ما تحترمي نفسك يا بنت، في ايه؟ مدلدقه كده ليه؟ ده انا. مين؟ سعاده الباشا؟ معلش يا باشا، العتب على الناظر اللي ما شافك يجهلك. مقبوله منك يا بت. اسمعي انا عايزك في حكايه كده. امر يا كبير. في عند الليله دي سهره خصوصي الخصوصي، كنت محتاج حته طريه. وانا اجيبهم لك منين دول؟ انا والله لسه ما توبتش علشان اشتغل الشغلانه دي. يا بت انا عندي كتير كتير قوي، بس القعده ما تحلاش الا بيكي. ترى ما هم كتير كتير قوي في عين العدو. لازمت انا ايه؟ انا عايزك. مزاج امي كده، عايزك. هتيجي ولا ربنا يكفينا شر ولا هتيجي يعني؟ ها بقول لك ايه يا باشا، ما تقول لي فين والساعه كام وامتى؟ الليله دي الساعه 12 بالليل. ماشي بس اوكي. ايه بس اوكي؟ بس اوكي. ادي المفاتيح لايوب يركب العربيه. عيني اوكي. اس اوكي. عم ايوب افتح لما يتسمع. الله حكم القوي يا بريزه. الراجل طلعت ايده طايله قوي، مد لحد السطح. راجل وسخ ديله نجس وصحيفه سوابقه مليانه لتمه عينها. حقك عليا يا بنتي، اني والله كنت رايد لك الخير. احنا اللي زينا يا عم ايوب ملوش الحق في اي حته، احنا عاملين زي كلاب السكك اخرنا نهب في اللي رايح واللي جاي. لو طوبه من ايد عيل صغير تهشنا تخلينا نجري لغايه ما نفسنا ينقطع. ايه ده كلامك غريب قوي النهارده يا غزال. غزال اتفكت برايز يا عم ايوب. انا نسيت الاسم ده من زمان، يا ريت تنساه انت كمان. ناوية تقولي لخلوصي على المشوار اللي انت رايحاه النهارده ده؟ لا هقوله ولا هروح. لا فهميني بقى، انت ناوية على ايه؟ اقول لك يا راجل يا طيب. قول. انا يا عم ايوب استحمل من الدنيا مرمطتها ومن الناس بهدلتها، لكن كله بمزاجي، انما بالغصب ده لا ممكن ابدا. اهو ده الحق اللي لا يمكن استحمله ولا اقبله حتى لو على قطع رقبتي. ايه اقولك بقى؟
تعالي هنا معايا بقى وفهميني ربيع رجائي اللي جابه هنا عندنا. ما انا بقى جايباكي عشان تعرفي وتعرفيني. نعم يا اختي. لا الزيره دي فيها حاجه صح؟ ارحمي نفسك بقى يا تينا. هو انت كل حاجه تاخديها على الحامي كده؟ مش جايز تبقى مصلحه؟ وبعدين احنا نكره ان واحد زي ده اصلا يعرف اخوكي. مصلحه ايه ونيله ايه؟ انت يا بنت بتتكلمي في كلام كبير كده ليه؟ دماغك دي رايحه فين؟ دايما تروح شمال شمال بقى ولا يمين مش مهم، المهم المصلحه تتقضي. مصلحه ايه اللي تتقضي؟ انت عاجبك حال اخوكي؟ اخوكي بقى له يومين ما بينامش وعينيه كده فيها حاجه مش طبيعيه. هو قلقان من ايه؟ الله، مش عريسه على وش جواز يبقى لازم يقلق. بت ايه انت بترقصي كده ليه وبتعملي كده ليه؟ وازاي اساسا تتكلمي في المواضيع دي؟ ها مش احسن ما اتكلم فيها مع حد غريب يا تينا؟ بس وبطلي ادب والله العظيم. خلاص خلاص بهزر بهزر. المهم بقى انزلي اعرفي الراجل ده عايز ايه بس، والنبي تيجي تقولي لي هيكون عايز ايه منين الراجل ده. انا مش عايز اكتر من كده. بنتي الوحيده يا دكتور، بخاف عليها قوي، ولو انت ساعدتني في الموضوع ده هعتبره معروف وعمري ما هنساه. هو انت خايف على بنتك ولا خايف من المشاكل اللي هتسببها لك وانت داخل على انتخابات؟ ما تنساش يا دكتور ان المشاكل دي انت جزء منها. انا ماليش اي علاقه بيها. انا حتى لما هي جات لي قبل كده انا عارف انك انت طردتها، وانا عارف انها هي بتطردك. عارف؟ طب ما انت عارف جاي عايز مني ايه. في ناس صوروها وهي بتجري وراك في المستشفى وانت بتهرب منها، و هي كمان اتصورت على دي شوطها بقى. يعني ايه؟ هو في ناس تانية اتصورت؟ تبنى الى الله. كمل يا ريس. في ناس بيساوموني بفضيحة، وخصوصا بعد حكاية اعترافها في القضية بتاعتك. بص يا استاذ، المدام بتاعتك لما جات لي قلت لها انا ما بفضحش حد، ولما بنتك قالت وانت كذبت انا سكت. انا برضو ليا سمعتي وبخاف عليها، خصوصا اني هتجوز قريب. وبنتك؟ بنتي مريضه يا دكتور، وانا غلبت معاها. عفة مريضه؟ مريضه ازاي؟ واضح ان اعصابها تعبانه، وانا صحيت عنها وبشتغل في السياسه والانتخابات، واصبحت في وضع صعب قوي السيطره عليه، وعشان كده انا بلجأ لك. انا برضو مش فاهم انا ايه المطلوب مني. يعني عايزك تساعدني اني قفلت من الناس اللي بيساوموني بعلاقتها بيك. المرحلة دي انا ما اقدرش استحمل اي فضائح، واكيد انت مقدر يا دكتور. انا مقدر يا فندم، بس انا اعرف الناس دي منين؟ انا ما اعرفش حاجة، وطلب يقعدوا لوحدهم سبتهم. اللي نفسي اعرفه هو يعرفه منين اصلا؟ ما هو ده ابو البت اللي اخوكي كان بايت عندها في الليلة اياها. انهي الليلة دي؟ اللي مش فاكر منها حاجة؟ ايوه هي الليلة دي. أما حافظ أرجوك فهمني، اشمعنى يجيله دلوقتي بالذات؟ اشمعنى؟ ما هو عرف إن أخوك ناوي يسافر الواحات، أم حب يجي ويلحقه. يلحق إيه؟ هي بنته بايرة ولا هو راجل قليل؟ بس البت بيني وبينك واقعة في أخوكي ودايبة. حاول ولا قوة إلا بالله. هو كده يا عمر دايما كل جوزة يطلع لك فيها عفريت. عفريت إيه؟ كفاية مشكلة السي دي. إيه؟ سي دي؟ سي دي. سي دي إيه؟ أنت قلت سي دي دلوقتي. أنت اللي قلت. أنت قلت. أنا ما قلت سي دي. إيه؟ عم حافظ سي دي إيه؟ أنا بقول سي دي. إيه اللي عليه؟ لا أنت قلت سي دي. سي أنا... دي إيه؟ أيوة 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 صح، أنا قلت سي دي صح. أنا قلت سي دي. سي دي فين اللبن؟ أهو اللبن. سي دي أصل أخوكي كان عنده سي دي مهم جدا مهم جدا، وضاع منه وضاع منه، وبعدين هو قاعد يدور عليه مش لاقيه بقى. أنا قلت لكم البت دي وشها نحس ما حد صدقني، وادي بشايرها. هيت بقى هيت هيت. وانا عكيت ولا ايه؟ عكيت. معقول كده من اولها هتسيبني وتقعد لوحدك؟ معلش يا حبيبتي، ما رضيتش بصراحه ازعجك. مالك يا حبيبي؟ فيك ايه؟ مخنوق يا صفا، مخنوق قوي.
من اولها اتخنقت مني؟ ده احنا لسه بنقول يا هادي. اكيد مش منك، مخنوق من ظروف السودة. ظروف تانية يا غازي، ما قلنا نصبر. ما احنا لو صبرنا هما مش هيصبروا. هما مين؟ ناس كنت ماضيلهم وصولات ايام حكاية البورصة ويطالبوني بيها دلوقتي. وصولات؟ وصولات ايه؟ وليه؟ مش مهم بقى كل ده، مهم انهم هيقدموها للنيابة. نيابة؟ يا خبر، وهتعمل ايه؟ هتسجن طبعا. اساسا بفكر ابيع عربيتي عشان اعرف ادبر اي مبلغ. هو المبلغ كام؟ 300,000 جنيه. ياه. طب اسمع، انا معايا 150,000 في البنك وممكن اتصرف في الباقي. الو، ايوه يا باشا، انا كنت عايزه ابلغ عن شقه مشبوهه. ايوه يا باشا، دول عندهم سهره وجايبين نسوان ورجاله واخر مليطه فوق بعضيهم، ده غير بقى الضرب اللي على ودنه. صاحب الشقه اسمه نيازي بيه. اعتبرني يا باشا فعله خير ولا مرشده؟ اه طبعا، هديلك الميعاد والعنوان كمان. في ايه يا عمر؟ ودخل علي بالطريقه دي ليه؟ ما توصل بيك الوقاحة انك تتعامل اللي انت بتعمله ده، يبقى دي الطريقة اللي عاملك بيها يا عوني. لا 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 لا، انا لن اسمح انك تخرس خالص يا ديل الكلب. انت بتقول ايه؟ اخرس. حاضر. في ايه يا عمر؟ اتكلم. اسمع يا عوني، انا عديت لك كتير قوي وانت فاهم وانا فاهم، انما ما توصل بيك القذارة انك تروح تساوم راجل على صورة البنت معايا، يبقى انت جبت اخرك يا عوني. أكيد في حاجة غلط. أنا كل انت لو ما تلمتش من ناحيتي وشلتني من دماغك، أقسم بالله يا عوني لكن سجنك. مفهوم؟ ماشي. ده موبايله مقفول، هيكون ايش اللي صار معاه؟ هل أعصابك بقت خفيفة ليه؟ الغايب حجة وياه. هو قال لي إنه هيجي اليوم يكون جراله حاجة. ايه مالك يا ابوي؟ بتبص لي كده ليه بس؟ مش مصدق انك كبرتي يا نوار وبقيتي تحبي كمان. عارفة يا نوار انا ليش فخور بيكي؟ ليش يا بوي؟ مش عشان اتعلمتي ودخلتي الجامعة وتوظفتي كمان، لا، عشان لساكي شايلة جواكي بنت الوحاد ومحافظة عليها. هذا وشم جوايا مش هيطلع إلا بالدم. ربنا ينور طريقك يا بنتي. الحق يا عم الشيخ عرفان، الحق يا عم الشيخ. في ايه يا متعب؟ متعب ظهر في البلد وشكله ناوي على الشر يا عم الشيخ. ايه؟ استر يا رب. انا بصراحه مش عارفه ايه لزوم المشوار اللي انت جايبنا فيه ده، ويعني يا ريت هي كانت فينا. يا حبيبتي فينا، احنا يا دوب رايحين لسه نقرا فاتحه. انا حاسس ان ربنا اخيرا رضي عني وقبل توبتي واكرمني، عشان كده هيكرمني ان شاء الله ان شاء الله بلا مره. مرحب يا عريس.
واخدها عبيط عبيط اصفى تكبير الدماغ والنعمة نعمة وافتكر يوم جاي يوم عرض الشريط اللي قالك انها مستهلة اعمى واللي على صدر واخدها عبيط عبيط اصفى تكبير الدماغ والنعمة نعمة وافتكر يوم جاي يوم عرض الشريط اه يا فتاح يا عليم تقل الحساب القديم اه يا فتاح يا عليم تقل الحساب القديم صفينا كلنا وسامحنا وهنرجع صوت سليم اللي قالك انها مستهلة اعمى واللي على صدر واخدها عبيط عبيط اصفى تكبير الدماغ سامحه فوتله خلص اول باول صرحه حتى اللي بلاد تتفتله اللي يحبك حبه وسامحه حبه وسامحه فوتله خلص اول باول صرحه حتى اللي بلاد تتفتله والمسامح كريم كلنا وسامحنا وهنرجع صلصة